المهم في هذا الفيديو هذا ما تدوش عليه حيت مريض ليني رجيره والو. ومبروك علينا التأهل المنتخب المغربي الى الدور الربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة العالم. أكد لكم الدوش عليها في كأس العالم ما تدوش عليها، راه مريض. هاد القصة اللي غادي تسمعوا دابا ردوا معاها البال لأنها مهمة ديال بصح. جوج صحابات كانوا مصاحبين لواحد الدرجة اللي ميمكنش، المهم كيقراو بعضياتهم ديما خارجين ديما ضاحكين ديما هما هادوك. وحدة فيهم واحد النهار عندها عيد ميلاد ديالها، صاحبتها بطبيعة الحال انها كتقول بانها كتبغيها جابت لها واحد الكادو. اش كاين في داك الكادو؟ عبارة عن مكانة عطات عليها معنى المحبة والاخوة بحال داكشي. مشات ليام جات ليام، اي واحد كيجي عندها كيتقدم ليها كدوز يومين ثلاث ايام ما كيبغيهاش. الناس سبع، جا الاول جا الثاني جا الثالث، اي واحد كيجي يتقدم ليها باش يتزوجها ما كيصدقش ليها. ويلي علاش؟ مشات عند واحد الراقي قالت لي راه شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. بالفعل طلع عليها داك الجني اللي كاين فيها، والجني اعترف بان السحر كاين في المكانه اللي جابت ليها صاحبتها. وداك الراقي حيد ديك المكانه، فك من داك السحر، والحمد لله الدريه دابا راه تزوجات ووالده وعندها جوج دراري. الله يكمل بخير. هاد القصه هادي ردوا معاها البال وما تنساوش ديروا معكم لايك نزوصلوا للرسول عليه الصلاه والسلام. نبداو الفيديو. ملي كتبغي تنصحي شي صاحبتك تبعد على شي شلاهبي هي مسكين حمد دابا ويش وحق الله حنين، والله الا حنين. الناس اللي قالوا ليها بكيتي في الفيديو وزعما غادي يقول لك كيفاش كيبكي وفجال، عفوهم عندهم الهم ديال الجبال. يعني بزاف لي اتاكاوه من هذاك الفيديو اللي بكى، ولكن ما فهمتوهش. هو مسكين حنين 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 عليا بزاف، والله الا حنين. فاش كتسولك امك واش كتبغي شي واحد؟ مسخوطه كتبغي شي واحد؟ والمسخوطه علاش امي؟ واش بغيتيني نبغي شي جوج؟ راه باينه كنبغي شي واحد. نتوما راكم حاسينش بيا، انا راه في عالم اخر، انا راه مرفوعه تفزعت. انا صافي لقيت غزالي اللي نعيش معاه في العلالي وما بغيتش الوقت معاه يسالي. يا ربي حيا هاد الاحاسيس ديال الحب اللي عندي راه ماتوا. اشحال من واحد كيتصاحب ليه راه المصاحبه بحالها بحال الزواج، فيها داك الشيء ديال بحالها بحال الزواج الملاوي اخويا الحبس ماشي اللي كان. في المصاحبه تيكون واحد الشيطان زوين ميسر، تقول لصاحبتك جيبي لي بريكه من المكسيك، تقول لها يسري سيري جيبيها ليه، باقي كاين ما يدا مع تتزوج. ولا كنتيها في البيت وعيطتي لها تقول لك نعام، عرفتي ديك النعام اللي فيها بزاف الالفات زعما فوت جد امي في هذه اللحظه هذه ما تدويش معاه، عرفتي؟ مع تتسيني عند العدول دوك الشياطين تيديروا شونجمون، تيكون واقف غدا نفار من ليها وداك الميسر من هنا تيديروا شونجمون، ديك الطرق بحال هكا صافي دخل ميسي ميسي ديال الشياطين دخل ديك اللحظه تيريح لها هنا صافي، تتكونوا بخير بسنين ضاحكين ناشطين. هو تيسخن في بلاصتو واحد شويه تتيجي زنزن لها ولد الجد تقول لها الطريقه باش قال موافق عند العدول بان لي بحال بتردد ولا شي لعيبه. عاد هذا تبان لك دارت صافي، هذا هو الوجه اللي تبدا تشوف. اسمح لي يا الزين ولا ما تعصبيش. ايوا اتو تالوغ تليفون، عطيني التليفون ديالك. صافي صافي ما بغيتيش، واخا صافي اهبا باي باي. مشى صاحبي تا البقر ما خليتوه، سرعي عيط لاختك تحط لك. Ladies and gentlemen, my fly girl Ashley Banks. كنقدم لكم بنت الشيخ تراكس. هكا انا فيق انت تنعس انت تنعس انا فيق ونبقى بوحدي، والله ما تمشي تنعس بلا لا نعسيها ما تنعس. قول لي انا خارج شويه تجعل دا قول لي نعس شويه، قول لي لا داني راسي لا مخاص مع هادي لا انا معصب شنو نبقى بوحدي. الانسان يبقى سيلي بطير وهني المخ ما له لا تصدع. الناس الله اكبر. كتلقاه جامع شحال هادي كيتسنى غير الفرصه يمتى يعطيه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. نويت اصلي ركعتين سنه العشاء. الله اكبر. استغفر الله العلي العظيم. صاحبي بين هاد النقط اللي جبتيهم بالحفاظه وتلقى عليا انا بلا ما انا
عندك شي دليل؟ لا دونك هذا اتهام خطير نقدر نتابعك عليه قضائيا. تقريبا دابا في اطار الموتيفاسيون لينيرجي وداك الشيء راه بقات شي 6 سيمانات واقل على الوطني. اللهم قدرنا على فعل الخير. لا 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 ما تضحكش. لا ما تضحك. شوف ما تضحك ما تضحكش ما تضحكش وما تضحكش ما تضحكش. لا انا كنقول ليه ما تضحكش هو يضحك. فاش كتقول باك عاود لي شويه على صورك. هو كنجينا الاول في المدرسه من بعد بقيت كنقول لك كنقول له التحضيري الثاني اول نقطه كنضربها انايا الاول البي ما كاينش اللي يغلبني في البي من نخرج نلعب البي ما كاينش اللي يغلبني في الجباد. كنت خطير في الجباد الفراخ والكريكير وداك الشيء والصيده وكنحمق خطير في الواد ونعوم بالليل كاع شي وقت كنعوم والله العظيم الا كنت كنعوم بالليل تصوري الظلمه الليل وكنعوم. عشت انا واحد الطفوله شقيه زعما بكل ما تحمل. فلهذا كنت سابق لا في القرايه لا في الجباد لا في الكره لا في بكل تواضع. هذه راه ماشي سلوكيه. وشنو هي؟ دوبيرمان. فاش كتكون كتحلم شي حلمه زوينه وكتجي الوالده كتفيقك. شعيب شكون هي هذه؟ راه هذه هي اللي عاودت لك عليها وهذه هي اللي كنت على قبل غنتاح. ايه هادشي كامل فهمناه ودابا علاش جايه؟ ياك شعيب هادشي كله دغيا نسيتيني. بركه اختي من الدراما وخلينا نشوف حالنا. علاش انا؟ شوف شعيب انت هي بغيتي داك الدري وسيري معاه وخليني نعيش حياتي. انا لا غنتزوج بغيت شي دغيا انا اللي 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 غنتزوج بغيت يلا شدينا جوج بيزات وانت تفيقيني حشومه كاع. هادشي شي حلمات كيكونوا زوينين حتى كيجي شي واحد كيبدا يفيقك. اما ملي كتكون شي حلمه فيها المشاكل فيها الصداع فيها الروينه وما فاهم فيها والو كتبغي شي واحد يفيقك والو تقول. فاش كنتعطل في البحر وكنت صحاب اليوم غرقت انا فاش كنرجع للدار انايا الحرام لاقين بيا الدعايه قالوا لي بلي انا مت. واش انا مت تشوفوا فيا؟ هاد المره تجليت اليوم في البحر فاش كنت صغير بقاو كيقلبوا عليا كيقلبوا عليا في كاين انا راك شاد مع واحد ستون مع واحد القوريه الله يسمح ليا. فاش كتحصل لك تخونها ولكن كتبغيك هي؟ فاش نكون كنهضر معاك شوفي فيه مالك مقلق شوفي فيه وشوفي وشوفي فيه هضر ما كنقلق وقولي لي ومش قيسك شا شوفي فيه شوفي فيه شوفي جيب لها الشوكولاته ورد عليا الخبار. المغاربة هذه هي حياتهم ما كيدخلوش ليها كيخليو حياتهم ويتلاحوا الحياه ويبداو يقلبوا فيها يمشي يبدا يلبس لك بحياته يغطس يتلاحى هو عنده حياته هاي 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 حياته الشيء هو لا خصو يمشي بحياته ويغرق. فكرناها في واحد جدي ليها 150 عام. شنو بغيتي؟ مشمن 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 حنان مشمن يا ودي عطيوها المسمن مالكم. وسيلة تنقل لاعب المغرب احمد الله. هذا واش لوكاكو يا جبوه لا لا مصيري دير واحد المنظور يا خويا. البراج وقفوا علينا الخضر من الاخضر البراج والدريات انا بقاوي امان زي ما نقول ولكن يعني المنتخب المغربي للتاهل ديالو الدور 16. بالنسبه لهذا الفيديو هذا راه غير مكياج ما تنساش دير معكم لايك نتلاقاو في الفيديو الجاي. الله.